الرئيس السيسي يشدد على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لا سيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي يشهدان التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. ومدبولي يؤكد الحرص على سرعة انتهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ودخولها الخدمة. التاسعة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. السيدة والسادة في كل مكان، مرحبا بكم ومرحبا بك زميلتي هاجر سليمان. إليك هاجر. شكرا عمرو، ومشاهدينا تحية طيبة. البداية من العلاقات المصرية السعودية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لا سيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأكد الرئيس السيسي مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم الإسلامي، ومشيرا إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار. من جانبه، نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية. وفي ذلك السياق، تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، كما شهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد. وشدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام، منوهين إلى أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة. وطالب الزعيمان في ذلك السياق ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع. وتم كذلك تأكيد ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيها. هذا وقد شهد الزعيمان في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
العلاقات القوية بين مصر والسعودية ازدادت رسوخا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسؤولي البلدين بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها. المزيد حول ملامح العلاقات المتميزة والمتينة التي تجمع البلدين مع العرض التالي مع الزميل محمد أنصاري. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. ترتقي العلاقات المصرية السعودية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية باعتبارهما قطبي تفاعلات في النظام الإقليمي، وعليهما يقع العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي. العلاقات القوية بين البلدين ازدادت رسوخا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسؤولي البلدين بغرض تعزيز علاقاتهما ودعمها في مختلف المجالات بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات قد تهدد استقرار شعوبها. وقد شكلت الزيارات المتبادلة بين قادة الدولتين مؤشرا رئيسيا على عمق العلاقات بين مصر والمملكة السعودية، فقد قام الرئيس السيسي بعدة زيارات للرياض بحث خلالها مع قادة السعودية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي. زيارات الرئيس السيسي المتعددة إلى المملكة العربية السعودية، سواء كانت للقاء قادة المملكة أو المشاركة في الفعاليات الدولية التي تستضيفها، دائما ما كانت ترتكز على ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة على كافة المستويات، فضلا عن التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين بغرض خدمة القضايا المشتركة وتحقيق مصالح أمتيهما العربية والإسلامية. كما زار الملك سلمان القاهرة في إبريل في عام 2016، والتي تمخض عنها تطوير آليات التعاون وتأطيرها في اتفاقيات جديدة بين البلدين، ليرتفع عدد الاتفاقيات المبرمة لأكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول التعاون شملت جميع أوجه التعاون المشترك بين البلدين. كما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مصر أكثر من مرة لبحث سبل دعم وترسيخ العلاقات بين البلدين. وعلى المستوى الاقتصادي، تعد السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في الشرق الأوسط، كما وقع البلدان عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال السنوات العشر الماضية. كما يستهدف مجلس الأعمال بين البلدين واللجنة المشتركة زيادة استثمارات الرياض المباشرة بمصر إلى 50 مليار دولار عبر إقامة مشروعات مشتركة وضخ سيولة بالقطاعات المختلفة. كما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن قيامه بتوجيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى السعودية شهر سبتمبر الماضي. وتتطابق وجهات نظر مصر والسعودية دائما إزاء ما يدعم أمن واستقرار الدولتين والمنطقة بشكل عام، حيث تدعم الدولتان المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة وفقا لقرارات مجلس الأمن، بما يحافظ على استقرار هذه الدول ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب هذه الدول بمعزل عن التدخلات الخارجية. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لأبرز ملامح العلاقات المتميزة والمتينة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية. شكرا لطيب المتابعة.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية طفرة كبيرة خلال العشر سنوات الماضية في ظل اهتمام القيادة السياسية بين البلدين بالعمل على تعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض. نتابع المزيد في العرض التالي. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على عمق العلاقات المصرية السعودية وأهمية تعزيز العلاقات بين مصر والمملكة في المجالات كافة. جاء ذلك خلال استقباله رئيس الجانب السعودي في اجتماعات فريق العمل الأول المعني بمتابعة التوصية الصادرة عن اجتماعات الدورة 18 للجنة السعودية المصرية المشتركة. قد تم خلال الاجتماعات الاتفاق على 46 مبادرة والتي تضمنها محضر اجتماعات الدورة. وقد أشاد الجانبان بتقدم المحقق في تنفيذ المبادرات التي تم الاتفاق عليها ووضع خطوات تنفيذية لها خلال اجتماع اللجنة. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 2.2 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2024، وذلك مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 29.4%. وذكر الجهاز أن حجم الواردات المصرية من السعودية بلغ 4.3 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2024. أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بتشكيل فريق تحقيق برئاسة السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة سويس الكلية لمباشرة إجراءات التحقيق في حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الجلالة، حيث تلقت النيابة العامة إخطارا بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب، وهو ما أسفر عن وفاة 12 طالبا وإصابة 29 آخرين. وعلى الفور انتقل فريق التحقيق لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين ومعاينة موقع الحادث، حيث شهد بعض المصابين ممن سمحت حالتهم الصحية
بسؤالهم أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة تقلهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهابا وإيابا، وأنهم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطف منحدر، فاختلت عجلة القيادة انقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني. هذا وقد طالعت النيابة العامة التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرحت بدفنهم وطلبت التحري حول الواقعة وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين. وباستجواب سائق الحافلة فيما نسب إليه أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه جوهر مخدر الحشيش، وقد قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له، وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيا وجار استكمال التحقيقات. وللمزيد تنضم إلينا هاتفيا النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة التعليم بالمجلس. سيادة النائبة مرحبا بك معنا، ونسألك بداية كيف تابعت حادث طريق الجلالة والتعامل باحترافية وسرعة من جميع أجهزة الدولة؟ مساء الخير يا فندم. يعني بداية كده خالص تعزينا للشعب المصري في وفاة يعني 12 من أبنائنا من طلاب جامعة جلالة. أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا لسه في الطريق راجعين من محافظة السويس، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان في زيارة للطلبة المصابين، وطبعا قدمنا التعازي للسيد اللواء أركان حرب محافظ السويس، وبعد كده رحنا المجمع الطبي بالسويس والتابع لهيئة الرعاية الصحية، وزرنا المصابين وطمنا على يعني أوضاعهم وتكلمنا مع أهليهم. في الحقيقة يعني هو حادث يعني كان صعب جدا وفجعة كبيرة جدا علينا كلنا وعلى مصر كلها، ولكن برضو خلينا نقول إن الدولة والحكومة بشكل عام اتصرفوا بمنتهى الاحترافية في الحقيقة مع الحادث ده عشان نقدر نخرج بأقل الخسائر الممكنة. يمكن شوفنا ده وكان دي شهادة الأهالي، وكمان في حاجة تانية الأهالي أشادوا بيها وهو تجمع وتجمهر السويسة قدام المجمع الطبي عشان كانوا بيعرضوا أنهم يتبرعوا بالدم أو يقدموا أي مساعدة يعني في الحادث بشكل عام. طب سيادة النائبة، يعني دنيلي أسألك، وأنت عضو بمجلس النواب المصري، هل هناك تشريعات منتظرة لضبط الحركة على الطرق السريعة حفاظا على أرواح الناس؟ هو في الحقيقة يا فندم الملف ده ملف مهم جدا. احنا دلوقتي محتاجين نركز على ان المفروض الجامعات توفر وسائل نقل آمنة للطلبة، وضرورة برضو إجراء كشف الطبي على السائقين وإجراء تحليل المخدرات مش بس مرة واحدة عشان يتعينوا، لا يكون التحليل ده بشكل دوري. يمكن زي ما حضرتك ذكرت في تقرير النيابة العامة ان السائق تم اثبات ان هو فعلا بيتعاطى مخدر الحشيش، فده يتطلب ان احنا تحليل المخدرات ده يبقى بشكل دوري للسائقين. الحاجة الثانية كمان يا فندم، عندنا ملف مهم جدا وده كان بناء على طلبات الاهالي، وهو ملف التأمين الصحي للطلبة. محتاجين برضو نركز عليه الفترة الجاية، وإحنا إن شاء الله كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هنتبناه من خلال لجنة يعني نواب التنسيقية في المجلسين سواء الشيوخ أو النواب. حاجة ثانية كمان برضو ملف سكن الجامعة، وده كان برضو بناء على طلبات الأهالي النهاردة في المستشفى، الناس اللي احنا بنلاقيهم اهالي المصابين ان هم محتاجين يتم توفير سكن في جامعه الجلاله للطلاب، لان احنا شفنا حالات من محافظات كثيره جدا، سواء الجمهوريه شفنا غربيه شفنا اسكندريه وما الى ذلك. عندما التقيت اهالي المصابين وربما البعض من اهالي المتوفين، هل كانت لهم مطالب معينه سالوك ان تبلغيها لمجلس النواب؟ زي ما قلت لحضرتك احنا ما قابلناش اهالي متوفيين، احنا قابلنا اهالي المصابين وشفنا المصابين نفسهم، الشباب بيطلبوا
ان احنا يعني ملف التامين الصحي للطلبه ناكد عليه ونركز عليه. حاجه ثانيه برضو موضوع سكن الطلبه في الجامعات بشكل عام، ان هو يتم توفير سكن وكمان وسائل نقل امنه. وعايزه برضو اقول لحضرتك ان الاهالي شكروا جدا يعني مجمع السويس الطبي والاهتمام اللي هم لقوه هناك، وان الناس قد ايه مش مقصرين. شفنا احنا حتى نفسنا الفريق الطبي بيتعامل مع الحالات بشكل احترافي وانساني كانهم اولادهم واكثر كمان. نسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، ونسأله تعالى أن يشفي كل مصاب وأن يعود لذويه سالما إن شاء الله. سيادة النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة التعليم بالمجلس، نشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا عبر الهاتف. يعتبر مشروع مستقبل مصر هو أحد المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الإنتاج الزراعي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي في رؤية مصر 2030. المزيد في العرض التالي. يقع مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي على امتداد طريق محور روض الفرج الضبع الجديد، ويهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد. يسعى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي إلى الحفاظ الدائم على التعليمات والتوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي.
كما يعتمد مشروع مستقبل مصر على الشراكة مع المستثمرين الجادين وفق ضوابط تستهدف تعظيم العائد. نتابع. تم إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، ويعمل الجهاز على استصلاح الأراضي الجديدة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية وما يتم تنفيذه منها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي وبما يسهم في سرعة دخولها الخدمة. أقدم وزير الإسكان عرضا لموقف المشروعات التي تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية والتي من المقرر الانتهاء منها في يونيو المقبل، وتشمل 57 مشروعا بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري و76 مشروعا
يجرى تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى 40 مشروعا يجرى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للشركة. كما أوضح وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي من المقرر الانتهاء منها في يونيو المقبل، وتشمل 14 مشروعا لمياه الشرب إضافة إلى 25 مشروعا للصرف الصحي في المناطق الريفية. التقى نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار مع وزير الصحة التونسي الدكتور مصطفى الفرجاني على هامش اجتماعات الدورة 71 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط. وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وتونس في عدد من الموضوعات الصحية وسبل تعزيزها، ومن بين هذه الموضوعات تدريب الكوادر الطبية، إضافة إلى أبرز الموضوعات التي تناقشها اجتماعات اللجنة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أن محاور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تلتزم بمعالجة تحديات الصحة والسكان في سياق أوسع يشمل التنمية البشرية. وأوضحت وزارة الصحة أن محاور المؤتمر تتضمن الربط بين الصحة والسكان والتنمية البشرية وبناء نظم صحية مرنة، فضلا عن تمكين الأفراد والمجتمعات، وكذلك المساواة وسهولة الوصول والتنمية البشرية. وأوضحت أن الموضوعات الرئيسية التي ستتناولها هذه المحاور من خلال الجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل تشمل الوصول العادل والمستدام لسبل التنمية البشرية، والحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية البشرية، والاستثمار في التنمية البشرية من أجل مستقبل أفضل.
انطلقت فعاليات التدريب المشترك ميدوزا 13 بدولة اليونان، والذي سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية، وكل من إيطاليا والبحرين ورواندا وبلغاريا والمغرب بصفة مراقب. ويتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة وللتخطيط المشترك لإدارة أعمال قتال بحرية وجوية ضد كافة التهديدات، كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية والرمايات غير النمطية، بما يعكس مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من تدريب راقي في مختلف التخصصات. كما ستنفذ القوات الخاصة للدول المشاركة على هامش التدريب المشترك ميدوزا 13 التدريبان المشتركان مينا 3 وهرقل 3 لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المشاركة. يأتي التدريب في إطار تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة. شدد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع. وخلال لقائه مع وزير الدولة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر، أكد عبد العاطي على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية استنادا لحل الدولتين يعد ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مطالبا المملكة المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما أشار عبد العاطي إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لوقف التصعيد والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، مشددا على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة. وأكد وزير الخارجية على التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتشجيع الشركات البريطانية على تعزيز استثماراتها في مصر في ظل الفرص الواعدة المتاحة في المجالات المختلفة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر. وأعرب الجانبان عن تطلعهما لعقد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية برئاسة وزيري الخارجية لإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. نظمت وزارة الخارجية عددا من الفعاليات الهامة بالتعاون مع سكرتارية الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ استعدادا لمؤتمر المناخ كوب 29 بأذربيجان، حيث استضافت مدينة شرم الشيخ على مدار 10 أيام سلسلة من الفعاليات المهمة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وقد جاء اختيار شرم الشيخ لهذه الاجتماعات تقديرا للدور المصري البارز في استضافة كوب 27 وفي صدور مخرجاته الموضوعية، فضلا عن دور مصر الريادي في العمل المناخي الدولي، مما أدى إلى تسمية العديد من برامج العمل والحوارات التفاوضية باسم المدينة. استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السفير قحطان طه خلف الجنابي سفير العراق المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بمصر لتعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين مصر والعراق، وذلك في إطار لقاءاتها الثنائية والتي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية المشتركة ودفع وتنمية العلاقات الاقتصادية في ضوء رؤية الدولة التنموية. وخلال اللقاء أكدت المشاط حرص مصر على انتظام عقد دورات اللجنة العليا المشتركة باعتبارها آلية تنمية علاقات التعاون وأهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، موضحة أن الجهود التنسيقية نتج عنها انعقاد دورتين من اللجنة عامي 2020-2023 وتوقيع العديد من الوثائق المشتركة التي عززت جهود التنمية وساهمت في زيادة مشاركة الشركات المصرية بجهود إعادة إعمار العراق.
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات المستهدفة في مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ضمن مكون المخلفات الصلبة. وخلال اللقاء أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى التعاون الثنائي فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر الممولة من البنك الأوروبي في المحافظات الدقهلية الغربية كفر الشيخ، وأعربت عن تطلعها لزيادة مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. ومن جانبهم أشاد وفد البنك الأوروبي بالتقدم الذي شهدته معدلات تنفيذ المشروعات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، معربين عن ترحيبهم باستمرار المتابعة والتعاون مع الوزارة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة وفقا للخطة الحالية وتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن. وجه وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين وأصحاب المنشآت التموينية وتكليف الإدارة بسرعة فرز الطلبات ودراستها. جاء ذلك في إطار الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل قنوات التواصل مع النواب والاستماع إلى مقترحاتهم كافة ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أهمية وجود احتياطي استراتيجي آمن من القمح، مشددا على ضرورة تلبية كافة احتياجات المخابز من الدقيق. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن، حيث أكد الوزير على ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والمستخدم في إنتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين، ومشددا على تكثيف الحملات الرقابية من الوزارة والجهات التابعة على المطاحن للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات. أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية. نص القرار في المادة الأولى على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة، وأهمها الحق في رفض استلام كمية دقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني. كما نص القرار على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز، إضافة إلى الحق في تسجيل أي مخالفات محررة ضد المخبز بسجل زيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش. كما نص القرار على ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز. كما تضمن القرار الأفعال المحظورة على صاحب المخبز أو المدير المسؤول عنه، ومنها غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز، إضافة إلى حظر خلط الدقيق التموني المنصرف من جهة الصرف بأي نوع دقيق آخر. كما نص القرار على الإجراءات القانونية المقررة لتحرير المخالفات والمحاضر ضد المخابز المخالفة. شارك المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. شهد الاجتماع مناقشات مكثفة وتبادلا للآراء حول أهمية إنشاء المجلس، وتطرق النواب إلى تعديل بعض المواد في مشروع القانون لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة.
وفي نهاية الجلسة وبعد عرض جميع الآراء وبعد تعديل بعض المواد تمت الموافقة نهائيا على مشروع القانون من اللجنة. عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا لمتابعة سير العمل بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعي أبراج الداون تاون وبحيرات العلمين بمدينة العلمين الجديدة. وأكد المهندس شريف الشربيني ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتسليم الابتدائي لأبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا بالمواعيد المحددة لإنهاء أعمال تشطيب الواجهات الخارجية لأبراج الداون تاون والمرحلة الأولى لبحيرات العلمين. استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وزير البيئة والطاقة اليوناني والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة حاليا، وأكد الوزيران على تضافر جهود البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، ويشمل ذلك بحث سبل إقامة تعاون وشراكة بين مصر واليونان في مجال التقاط وتخزين الكربون ونقل وتخزين الهيدروجين الأخضر. ونوه المهندس كريم بدوي بضرورة العمل بين مصر واليونان على وضع خارطة طريق واضحة بما يمكن من إقامة تعاون فعال في مجال التقاط وتخزين الكربون ونقل وتخزين الهيدروجين الأخضر. عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاء دوري مع أعضاء مجلس النواب بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ضم اللقاء 13 نائبا يمثلون 10 محافظات. وحرص الوزير خلال اللقاء على الاستماع إلى كل النواب الحضور وتلقي مقترحات وطلبات النواب كافة التي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين. ووجه الوزير بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين في مجال توصيل الغاز الطبيعي من خلال الإسراع بفحص الطلبات المقدمة من النواب بواسطة الجهات المختصة داخل قطاع البترول والعمل على تذليل أي تحديات لسرعة إتمام أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالقرى والمناطق المستهدفة. وأكد وزير البترول الحرص على التواصل مع البرلمان وتلبية احتياجات المواطنين من قطاع البترول. أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جولة تفقدية بهيئة الثروة المعدنية تخللها اجتماع بمسؤولي قطاع التعدين، وتم خلاله تناول مستجدات العمل بالقطاع والعمل على زيادة جاذبيته للاستثمار. وأكد بدوي أن بناء نماذج ناجحة للاستثمار التعديني المستدام يسهم في جذب استثمارات أكبر وتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض وتوفير فرص العمل وتنمية المجتمعات. وأشار إلى أن صناعة التعدين بمصر لديها توافق بيئي وتعاون وثيق مع الجهات البيئية، وأدار الوزير نقاشا مع الحضور حول التصورات التي يمكن بها تحسين الجهود القائمة ومنها التشريعات التي يمكن من خلالها إعطاء فاعلية أكبر لمنظومة الاتفاقيات لتكون محفزة وأكثر جاذبية للمستثمرين. افتتح دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتدى الشباب العربي الأوروبي في نسخته الثامنة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجلس أوروبا بالمدينة الشبابية بالطود في محافظة الأقصر. ويقام المنتدى تحت شعار الشباب والحوار بين الثقافات في عصر الذكاء الاصطناعي. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر في كلمته لكل الجهات المعاونة والتي ساهمت في انطلاق منتدى الشباب العربي الأوروبي في نسخته الثامنة، مشيرا إلى أن العالم يتغير بشكل متسارع في ظل التكنولوجيا الحديثة، ومنوها بضرورة الوقوف وتحديد السلبيات والإيجابيات.
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة رصد التأثير البيئي والأرضي للسدود على نهر النيل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه. وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية البحث العلمي والشراكة والتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه والمؤسسات البحثية المصرية المختلفة لدعم منظومة البحث العلمي في مجال المياه مع تقديم حلول بناءة للتعامل مع تحديات المياه شريطة أن تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض. وأشار الدكتور سويلم لضرورة البناء على الرؤية الشاملة لتحديات ومعوقات قطاع المياه في مصر لتحديد متطلبات البحث العلمي في مجال المياه بشكل واقعي قابل للتطبيق. التقى وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بالمدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور أمجد المهدي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه. وخلال اللقاء تم عرض موقف المناقشات الجارية مع صندوق المناخ الأخضر لتمويل الأعمال المطلوبة لتطوير منظومة الري بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان من خلال إعادة تأهيل نظام الري بطريقة مقاومة للتغير المناخي كحل بعيد المدى لتحسين حالة الري بالمنطقة. كما تمت مناقشة إمكانية تمويل عدد من المشروعات من خلال الصندوق، حيث قامت الوزارة بتقديم قائمة بالمشروعات والأنشطة الهادفة لتطوير منظومة الري والتي يمكن دعمها من خلال الصندوق التي تتضمن التدريب وبناء القدرات للعاملين بالوزارة. التقى وزير الموارد المائية والري هاني سويلم بالسيد المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لتحلية المياه ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه. وخلال اللقاء تم استعراض أوجه التعاون المقترحة بين الوزارة والمنظمة في عمل دراسات بحثية ومناطق تجريبية في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء. وأكد وزير الري إلى أنه ومع محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية التي تمثل ضغطا متزايدا على الموارد المائية، فقد أصبح من الضروري التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كمصدر للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، إلا أن الأمر يتطلب إجراء دراسات بحثية تستهدف تقليل تكلفة التحلية وانتهاج ممارسات زراعية مبتكرة، مما يجعل التحلية ذات جدوى اقتصادية عند استخدام في إنتاج الغذاء. تتواصل فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات أسبوع المياه الإفريقي والذي تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة. أصرح المتحدث باسم وزارة الري المهندس محمد غانم بأن أسبوع القاهرة للمياه يعد حدثا دوليا فريدا وأحد المؤتمرات البارزة. أسبوع القاهرة للمياه بيعتبر حدث دولي فريد من نوعه، وهو أحد المؤتمرات البارزة جدا. كل سنة بنشوف تزايد في عدد المنظمات وعدد السادة الوزراء والسادة كبار المسؤولين من كل أنحاء العالم ومن كل المنظمات الإقليمية والدولية اللي بيحرصوا على المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة. منظمات كتيرة وهامة جدا مشاركة في أسبوع القاهرة للمياه، العديد من الدول مشاركة سواء بمشاركة السادة الوزراء أو وفود رفيعة المستوى تمثل الوزارات المعنية بالمياه في هذه الدول. طبعا أمر مهم جدا إن احنا أصبح عندنا في مصر منصة دولية بتجتمع فيها المنظمات والدول المختلفة حول العالم للحديث عن قضايا المياه وقضايا التغير المناخ. ويمكن مصر خلال السنتين اللي فاتوا حققت نجاح كبير جدا في إدماج المياه
في ملف المناخ العالمي ووضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمي. احنا بنستكمل هذه المسيرة، المسيرة دي ابتدت في أسبوع القاهرة الخامس للمياه 2022 وكوب 27، ثم أسبوع القاهرة السادس للمياه وأسبوع القاهرة السابع للمياه. يبدأ غدا الأربعاء الافتتاح التجريبي الجزئي لمشروع المتحف المصري الكبير. ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية والمميزة والفريدة. وتمت مراعاة التصميم من ناحية الإضاءة وفترين العرض الخاصة بالقطع الأثرية، إلى جانب الخدمات التي يتم تقديمها للسائحين والزائرين، بالإضافة إلى مراعاة كافة التفاصيل التي تتعلق بجميع النواحي الإنشائية. القاعات موجودة فيها الأثار طبقا لسيناريو العرض المتحفي المميز جدا اللي بيتكلم عن المجتمع في عصور ما قبل التاريخ إلى أن تطور إلى العصر اليوناني الروماني، وبيتكلم عن الملكية أيضا، ثم بيتكلم عن المجتمع. القاعات مزودة بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة، من شاشات عرض تفاعلية، من بطاقات شرح، من جرافيك، من فاترين ذات تحكم بيئي في الحرارة، في الرطوبة، في الإضاءة. كل قاعات المتحف مجهزة، كل الأعمال في المتحف انتهت بنسبة 100%. لما احنا بنتكلم وقلنا ثلاث موضوعات عرض رئيسية، الموضوعات العرض الرئيسية دي بينزل تحتها موضوعات كتير وقصص كتير. الموضوعات دي بالإضافة للأثر كان في وسائل مساعدة تانية في إبراز قيمة وجمال الأثر نفسه، يعني الوسائل التكنولوجية الحديثة اللي احنا استخدمناها في قاعات العرض الرئيسية كان الفكر والأساس منها إبراز قيمة وجمال الأثر نفسه. فلما بنتكلم عن التكنولوجي، التكنولوجي استخدمناها من أول بداية فكرة الديزايننج للسيناريو نفسه، يعني فكرة استخدام الأب تو ديت تكنولوجي، سواء كان في السكتشز اللي كنا بنعملها، سواء كان في الشوكيسز أو الباترين اللي احنا اخترناها، وإزاي تكون حديثة بتحافظ على الأثر، ما فيش تسريب هواء، يكون فيها مايكرو كلايمت كنترول سيستم أو نظام تحكم بيئي بيتحكم في درجة الحرارة والرطوبة. دي أحدث ما توصلت إليه المتاحف أو صناعة الباترين الخاصة بمتاحف العرض في كل المتاحف، في متاحف عرض القطع الأثرية في كافة المتاحف. أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب أولى فعاليات برنامج فاليو التدريبي لطلاب الجامعات، والذي يستمر خلال الفترة من 13 إلى 17 من أكتوبر الجاري بجامعة دمنهور في محافظة البحيرة. ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الشخصية والقيادية لدى طلاب الجامعات المصرية من خلال تدريب مكثف يشمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، كما يعمل البرنامج على تنمية المهارات الشخصية للطلاب وتمكينهم من تسويق ذواتهم، وكذا بتعزيز القيم الأخلاقية وزرع الوعي بالقضية الفلسطينية، بالإضافة لفهم التحديات الاقتصادية ودور الدولة في المشروعات التنموية الكبرى. هدف كبير من حياة كريمة هو بناء الإنسان المصري، فبالتالي جزء كبير من بناء الإنسان المصري هو بناء وعيه، فبرنامج فاليو بيشتغل على بناء وعي الإنسان المصري عن طريق عدة تدريبات بتقدمها أكاديمية الوطنية للتدريب، بتشمل مهارات حياتية، مهارات قيادية، مهارات في سوق العمل، وكمان مهارات لخدمة المجتمع من حواليه. برنامج فاليو ده بتقدمه الوطنية للتدريب، الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة. هدف البرنامج تطوير المهارات الشخصية والقيادية لدى طلاب الجامعات، والنهاردة اليوم الثالث على التوالي أخذنا محاضرات نظرية وتطبيقات عملية. البرنامج يعني احنا استفدنا منه جدا من أول يوم جينا، اتعلمنا ازاي ان احنا نبقى عندنا فكرة، ازاي ان احنا ما نتخافش ان احنا تكون عندنا فكرة، ازاي نطورها من أول ان انا ازاي نطور الفكرة لحد ان انا ندخلها نخليها على الأرض الواقع، ازاي ان انا نديرها، ازاي نبقى انا بدير مشروعي وإداري كويس في مشروعي. أتمنى أكون من متطوعي حياة كريمة لأنها مؤسسة مهمة جدا، وأتمنى كمان البرنامج يتكرر لأنه برنامج مهم وبيشمل حاجات مهمة وكمان مجاني للطلبة، وده من أكتر عوامل الجذب يعني للطلبة. برنامج جميل جدا، ونتمنى أنه هو يكون بتوسع أكبر، ما يشملش طلبة الجامعات بس، يشمل كمان أنه يكون برنامج مصغر شوية، يكون على مستوى المدارس والمؤسسات التعليمية. برنامج من مميزاته أنه هو برنامج مجاني، الدورات دي لو احنا أخذناها برا في أماكن تانية هندفع عليها مبالغ كبيرة جدا.
ورياضيا تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025، وذلك عقب فوزه على مضيفه المنتخب الموريتاني بهدف دون رد ضمن منافسة الجولة الرابعة من التصفيات. وأحرز اللاعب إبراهيم عادل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 12 نقطة وفي صدارة المجموعة الثالثة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. نشكر لكم طيب المتابعة، تقبلوا تحيات الزميل عمرو توفيق وأنا هاجر سليمان وفريق العمل، في أمان الله.